إذا بعد هاي الدراما الكبيرة هنا على أرض الملعب، إذا ممكن مع الكاميرا علي بواش من عند الكشمي، يعطيك العافية. دراما عنها ازاي ما شفناهاش سنوات طويلة على أرض الملعب، يعني مكابي ما كانش بده يخلص المباراة، يعني الفريقين هذول هن متساويين بالمية في المية، وهذا تبين على أرض الملعب اليوم. يلا مكابي دالة تكمل في طريقها للدرجة الثانية بعد سنة رائعة، ومبروك يعني يوم الأربعاء. شكرا سيد نجيب، يعطيك العافية. أيثم فحماوي، يعطيك العافية. يا هلا. ما يحسون، مع أنك أهدرت ضربة الجزاء، ولكن في النهاية رامي نصر الدين كان للكرات بالمرصاد. ماذا تقول عن المباراة؟ أخمن عن المباراة صعبة كثير، وبدي أقول لرامي حارس المرمى اللي هو أنقذنا في الضربة الأخيرة بعد ما أنا أخطيت، ورضا وهب، وإن شاء الله عنا بعد مهمة، ما خلصتش المهمة تبعتنا بعد عنا يوم الأربعاء مع كابول، وإن شاء الله هاي المرة نشرب من البير، لأنه هذيك السنة أنا مع أبو علي الدالي خسرنا آخر لعبة وما طلعتش درجة، وإن شاء الله هاي السنة أنا بحقق هذا إن شاء الله. شكرا رامي بطل هذه المباراة، يعطيك العافية. إذا بعض الإخفاقات في المباراة وهذا بصير مع حارس المرمى، ولكن في النهاية كنت نجم المباراة، كيف حضرت للكرات الأخيرة؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، وفقنا في المباراة، مباراة صعبة كثير. احنا شوي قبل اللعبة قبل المباراة تأخرنا شوي، اللي اجينا على الاستاد الوط هون وشفت ما فتناش منيح على اللعبة، رغم الجول الأول، أول شوط ما كناش منيح، الشوط الثاني لعبنا أحسن ووصلنا للشوطين الإضافيين، ما قدرناش نترجم الأهداف لفرص الأهداف، لكن الحمد لله أنا كنت هادي من جوا يعني، والحمد لله كان عندك إحساس إنك بتقدر تطلع كرات، بالأخص لما أهدروا أصدقائك كرات ثنتين. الحمد لله كان عندي إحساس، وإحنا السنة كمان في ضربات الجزاء فزنا على جديد من الدرجة الأولى، وكنت أنا يعني زي ما بقول رجوع، وأنا عارف إنه إن شاء الله بدي أحقق الفوز، الحمد لله حققنا الفوز، لكن إحنا هذيك السنة كنت أنا في أبو علي الدالي وغلبنا اللعبة الأولى وفرحنا وعملنا على نفس الملعب، على نفس الملعب، لكن في اللعبة الثانية خسرنا، فممنوع نفرح كثير، فعندنا اليوم الأربعاء بعد مرة مباراة مصرية، وإن شاء الله بنطلع الله راد، بس مجيء لهي الإدارة بحق لهم إنه فريق في الدرجة الثانية ولا أداء الكرم فريق ممتازين كأبوعل وكمكابي. شكرا لكم. شكرا كثير، يعطيك العافية. إذا نستمر غسان حلبي المدرب، يعطيك العافية. بعتقد في مباراة في الدرجة الأولى يمكن ما كانش في هذا الدراما على أرض الملعب، مباراة ممتازة 100%. أول شيء نحن جينا ولعبنا بشكل هجومي، كان يمكن شوية على حساب الدفاع، للأسف نحن حسب رأيي في المباريات لازم كمان تسجل علينا ثلاث أهداف، منيح اللي أحرزنا ثلاث أهداف، ومنيح اللي كان في الآخر إنه شوي الشمس معنا وغلبنا في ضربات الجزاء، لأنه ضربات الجزاء هاي بس شمس. نحن حسب رأيي أحسن من نيشر، أحسن من نيشر، لعيبة أحسن، وصلنا لأوضاع بعد الشهر أكثر أحسن منه أكثر منهم، والحمد لله انه في الاخر لسه مش رايحين نحكي كثير على فوات مهنيه، ولكن زي ما تذكرت ثلاث مرات الفريق بيتقدم وثلاث مرات بتدخل شباكه اهداف اللي سهله للغايه، فاكيد تتعلم من هاي الاخطاء ليوم الاربعاء. نحن فريقنا فريق هجومي بيلعب كثير هجوم، هذا مرات بيجي على حساب الدفاع، اما نحن حسب رايي لسه في المباراه القادمه انه نجرب ما يحجزوش في مرمانا ولا اي هدف، لانه نحن كل لعبه بنقدر نحرز طبعا. نعم غسان، شكرا جزيلا بالنجاح المدافع كرم الحلبي، يعطيك العافية. كنت متألقا في العديد من دقائق المباراة، مع ذلك طبعا الفريق دخل مرمى ثلاثة أهداف، ولكن كان الإيمان الفريق ممكن يغلب في نهاية المطاف. طبعا ماشي أكيد، عندنا فريق الحمد لله قوي كثير وبيكسرش بسهولة، والحمد لله نحن بنضلنا يعني مش عندنا الإيمان، الحمد لله أمننا الله كان معنا وفقنا. كيف بتفسر الموضوع تبع الأهداف اللي دخلت شباك الفريق؟ نرجع نذكرها كمان، مش بس هفوات دفاعية، وإنما يمكن لازم خط الوسط يساعدكم أكثر في المباريات القادمة. زي ما أنت قلت خط الوسط له أهمية كثيرة في الأهداف اللي تحت مرمى، ما كلنا فريق واحد وقلب واحد وحق علينا كلنا الحارس المواجه. صحيح، كرم شكرا جزيلا بالنجاح. سيد رشدي نصر الدين رئيس الإدارة، يعطيك العافية. يعطيك العافية. إذا مباراة من النوع يمكن ما ظلش عندك أعصاب في نهاية المباراة. كان في اعصاب، الحمد لله اعصاب متينه، والحمد لله الله اخذ في ايدنا في مساعينا بايد اللاعبين وفي ايد الفريق، والحمد لله تحققت الامنيه، وان شاء الله يوم الاربعاء القادم
كمان الفريق يعني بنفوز في المباراة اللي جاي الاختبار وبنصعد إن شاء الله بتتحقق الأمنية للآخر. بالنسبة للياقة البدنية إسه بعد مباراة عنا زي 120 دقيقة وضربات جزاء، كيف تحضر الفريق من أي ناحية؟ تحضير الفريق بالنسبة للياقة البدنية هذا فيدي المدرب غسان حلبي، وأنا حاطط كل الثقة على الأخ غسان اللي هو بيعرف شو لازم يعمل مع اللاعبين، وعندنا لاعبين مجربين اللي هم بيعرفوا كمان في هاي المواقف شو يعمل. نعم، فريق كابول أي فريق؟ أكيد كنت وراء الفريق هذا بعد طبعا مع القبلة اللي أخذتها من عامر حلبي، أي فريق كابول رح تلتقوا فيه يوم الأربعاء على نفس الملعب؟ فريق كابول فريق محترم، فريق بيلعب كرة قدم جيدة، لديه خامات ولاعبين ممتازين، ونحن إن شاء الله إن شاء الله العلي القدير بيطلع بإذنه ونجتاز الإخوة من كابول ونقول لأخوتنا من كابول إن شاء الله السنة الجاي بيطلعوا. شكرا جزيلا سيد درشدي، يعطيك العافية. حمود نصر الدين يعطيك العافية، قدمت مباراة ممتازة بالأخص في الشوط الثاني، صديت العديد من الكرات الخصم، كيف بتلخص أول شيء المباراة؟ أولا أنا بشكر الجمهور اللي وصل لهون واللي دعمنا، أنا بخص المباراة كانت كثير صعبة يعني من ناحية أعصاب، 3-3 وبنادل 120 دقيقة، كان كثير صعب، مجهود كبير من جميع الشباب، والحمد لله قدرنا نفوز في الآخر في البنادل ونستنى لعبة كابول إن شاء الله. نعم أكيد درستوا، يمكن الفريق فريق نيشر فريق عنيد جدا، يعني أحرزتوا الأهداف، كنتوا في صعدكم تحرزوا أهداف أخرى، ولكن المباراة لم تحسن بالمرة، يعني كيف بتفسر الموضوع؟ أقول شوية ضغط كان كمان على اللعيبة، لو أن اللعيبة كانت مرتاحة أكثر من ناحية أعصاب كنا نقدر نخلص اللعبة في 90 دقيقة، بس الحمد لله الله كان معنا وفزنا في تسديدات ال 11 في الاخر والحمد لله. شكرا جزيلا بالنجاح حمود، يعطيك العافيه. اذا اعزائي نحن هون من لاعب الاخر هيثم فحماوي وحنا فرهود، يعطيكم العافيه انتم مع بعض، حنا سنوات طويله واكيد في درجات اكثر واعلى، ولكن مباراه دراماتيكيه من الطراز الاول. صح احنا عملناها دراماتيكيه بدل ما تكون النتيجه اسهل، ولكن الله بده ايانا نسعد بالطريق الصعب، الصعود هيك له نكهه خاصه بتعرف، ولكن في كم يمكن يكون الشيء شوي حزين في النهايه مع ركلات الترجيح، ما قدرتش تنهوا المباراه في الدقائق 90 ولا في 120، مع انه زي ما قلت سنحتكم اكثر من فرصه تعملوا هيك. صح، وكمان بضربات الجزاء سنحت لنا فرصه انه نسجل ونفوز بالمباراه، ولكن هذا هو عالم كره القدم، بتامل انه يوم الاربعاء نسعد جمهور الوسط العربي وجمهور الدالي، لانه الدالي بحق الا كمان فريق يكون درجات اعلى. حلو، يعطيك العافيه، شكرا حنا بالنجاح. هيثم فحماوي دخلت اخر 10 دقائق، اول شيء ليش؟ رغم الاصابه اللي معي. انت مصاب؟ مصاب من اول الجمعه، اما الحمد لله انا كمان. كيف كان شعورك وانت موجود على دكه الاحتياط وفريقك بيلعب مباراه حاسمه من هالنوع؟ هذا الشعور بقدرش اشرح لك اياه ابدا بتاتا، صعب، كاني في البيت وعم بسمع المباراه على الراديو. نعم، ولكن في النهايه وصلتوا للي بدكم اياه عن طريق ركلات الترجيح، بتعرف هاي المره سلمت الجره زي ما بيقولوا، ولكن هذا يعني هاي طريق صعب جدا. احنا ما كناش لازم نوصل لهي المرحله تبعت الركلات، لكن كان عندنا تركيب ناقص، اما ان شاء الله احنا الاربعاء الجاي بعد عندنا مباراه ان شاء الله بدنا نلعبها ونكون التركيب الكامل، وعندي ثقه في داخلي انه احنا ان شاء الله بدنا نكون في الدرجه الثانيه ان شاء الله. هيثم شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. شكرا لك، يا هلا فيك. فريق مكابي أنسي طريف، يعطيك العافية، كنتوا أعصابكم أكيد 120 دقيقة بصورة كبيرة جدا، وفي النهاية حصلتوا على الفوز هذا، تخطيطات لحد يوم الأربعاء. أول شيء بدون أدنى شك، أول شيء ببارك للجميع، ببارك للفريق، ببارك للعيبة، ببارك لأهل البلد، لدارة الكرم بشكل عام. اثنين بدون أدنى شك نحن كنا الفريق الأفضل اليوم، فزنا في المباراة. الفوز كان 3-1 لنتيجتنا، نحن فزنا 3 لعب في السابق، فاليوم نحن 3-1 والفريق الافضل وصل للمحل الثاني. نعم. امل كبير انه نحن يوم الاربعاء نكمل المشوار، فريقنا اليوم اللي شاف فريق جاهز، ولكن بعض الثغرات هنا وهناك انا بتامل انه المدرب يشتغل عليها في 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 فتره الثلاث ايام اللي جايين، وانا بتامل انه نحن رايحين نكون في الدرجه الثانيه، يعني التعب تبعنا مش رايح يروح السوداء، انا متاكد ان شاء الله. انسي يعطيك العافيه بالنجاح. اذا اعزائي 3 ساعات ونصف الساعه في علوت من الساعه الرابعه
وحتى السابعة السابعة والنصف، وفي النهاية مكابي دالة الكرمل يصعد إلى مباراة الاختبار بشق الأنفس 5-4 في ضربات الجزاء الترجيحية بعد 3-3 في 120 دقيقة. إذن سنكون هنا في نفس الملعب في عيلوت، مكابي دالة الكرمل أبناء كابول، الفائز سيصعد ويرتقي إلى الدرجة الثانية. أجمل تحيات وإلى اللقاء.